هو ابن الدولة الأردنية الذي آمن بالأردن وطنا وبالهاشميين ملوكا، هو القريب والمقرب من آل هاشم، هو صاحب رؤية وطنية أردنية عروبية ثاقبة، هو الإنسان الصادق والصدوق، السياسي المحنك المتمكن، صاحب مشروع فكري وطني عرف بثبات مواقفه، لا يساوم ولا يزاود على ثوابته الوطنية التي حملها ولا يزال بأجمل إرث وطني في كل المواقع والمناصب التي شغلها. مارس دوره القيادي التشريعي وهو متخندقا بأدبيات المنظومة المؤسسية للدولة الأردنية المعاصرة، حرصا منه على بقاء الأردن في المصاف الأول للدول. يملك وعيا سياسيا صانعا للقرار السياسي، حاضرا ومتأهبا في كل المحن والأزمات. هو رجل دولة بامتياز مع مرتبة الشرف، هو دولة الأستاذ فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأفخم، وليتفضل دولة الفايز.